عالمة كيمياء خرجت من المختبر لعالم السياسة فتصدرت المشهد بالكامل. امرأة قادت حزب وبلد من أقوى البلاد في العالم فلقبتها الصحف بأقوى امرأة في العالم. أنجلا ميركل صاحبة اللقب المعروف بالمرأة الحديدية أو ماما، والألقاب دي بتعكس بالفعل سمات أساسية في شخصية أنجلا ميركل المستشارة الألمانية، فهي الشخصية الحازمة جداً والمتعاطفة في نفس الوقت. ولدت أنجلا عام 1954 في ألمانيا الغربية، لكنها عاشت في ألمانيا الشرقية اللي كانت وقتها تحت الحكم السوفيتي الشيوعي. ورغم كل الصراعات السياسية وقتها، إلا إن ميركل ما كانتش تتوقع العمل في السياسة أبداً، وكان حلمها إنها تشتغل مدرسة، لكن السياسة نفسها حرمتها من الحلم ده بسبب الحكم الشيوعي وقتها ومعاداته لأي شخص له علاقة واضحة بالكنيسة أو بالدين. ووالد ميركل كان رجل دين معروف وقتها. ميركل حصلت على الدكتوراه في الكيمياء عام 1978 واشتغلت خبيرة كيميائية لحد 1989. التحول الكبير اللي حصل في حياة ميركل من عالمة فيزياء لامرأة لها نفوذ سياسي قوي بدأ مع هدم جدار برلين وتوحيد ألمانيا. الجدار اللي كان بيقسم العاصمة الألمانية برلين لنصفين، وكان الغرض منه تحجيم المرور ما بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية، حتى إنها قالت إن هدم جدار برلين أعطاها الفرصة للعبور للعالم كله، لأنها بدأت تاخد أولى خطواتها تجاه السياسة بانضمامها للحزب المسيحي الديمقراطي عام 1989. وبعدها بسنة تم تعيينها نائب للسكرتير الصحفي في الحكومة وقتها. ومع أول انتخابات تشريعية بعد وحدة ألمانيا رشحت نفسها لعضوية البرلمان وفازت، وبدأت تتولى مناصب مهمة منها أنها أصبحت وزيرة المرأة والشباب، وبعدها وزيرة للبيئة والسلامة النووية. تدرج ميركل في المناصب كان سريع جداً، لأنها كانت بتثبت جدارتها في كل مرحلة لحد ما أصبحت هي رئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. وفي 2005 أصبحت ميركل أول مستشارة في تاريخ ألمانيا، وأعيد انتخابها كمان في 2009 و2013 و2017. وإنجازات ميركل كانت واضحة جداً خلال تواجدها في السلطة. اقتصاد ألمانيا مثلاً أصبح في عهدها الأول في أوروبا والرابع عالمياً، حتى إن نسبة البطالة انخفضت من 12% عام 2005 ل 4% في 2018. وعجز الميزانية اللي كان وصل ل 3.5% اتحول لفائض بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي. كل ده كان نتاج لسياسات ميركل وثقتها اللامتناهية في قراراتها الحازمة رغم اعتراض ناس كتير عليها. ومن أبرز القرارات اللي واجهت معارضة شديدة هي إلغاء التجنيد الإجباري في ألمانيا، وإغلاقها كمان لعشر مفاعلات نووية بشكل فوري بعد 2011. فبدأت ألمانيا تعتمد على مصادر بديلة للطاقة ونجحت في ده، وأصبح 85% من مصادر الطاقة في ألمانيا بيتم توفيرها بطاقة الرياح والشمس والطاقة المائية والكتلة الحيوية. فحولت أنجلا ميركل ألمانيا لدولة عظمى بتفرض شروطها على كل العالم بقوة سياستها وقوة اقتصادها. أما دور ماما ميركل ليه قصة تانية. الأم اللي ما أنجبتش أطفال رغم زواجها مرتين، إلا إن اللقب لازمها بعد اهتمامها الواضح بالمرأة والطفل والأسرة في ألمانيا. ده غير مواقفها الإنسانية اللي لا يمكن تتنسي تجاه اللاجئين، ومجازفتها بتأييد حزبها ليها ومخاطرتها حتى بكرسي الحكم لإنقاذ اللاجئين في وقت كان العالم كله رافضهم وفي حالة أشبه بالعداء تجاههم. فقررت ميركل فتح الباب واستقبال الجميع، عدد تعدى 1.5 مليون لاجئ غالبيتهم من السوريين. ومع وجود مشاكل كتير بسبب اللاجئين داخل ألمانيا، تراجعت نسبة تأييد الألمان لقرارات ميركل من 33% ل 18%.
وخسر حزبها في الانتخابات 2017 مليون ونصف صوت. لكن ميركل تمسكت بقراراتها ومبادئها رغم كل ده، بل وأعلنت تنحيها عن قيادة الحزب في 2018. ميركل اللي تأخرت في المشي في طفولتها وسبقت الجميع في سياستها، أعلنت أنها هتستمر في منصب المستشارة لحد عام 2021 فقط. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل اللي عاشت حياتها بعيدة تماماً عن الرفاهية، لا يخت ولا طائرات خاصة ولا قصور، بدأت حالياً في العد التنازلي لأيامها الأخيرة في السلطة.